النائب السابق ورئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور له تصريح يقول: أضعنا 8 أشهر أصبحنا بؤرة لكورونا، المطلوب مستشفى ميداني كبير فورا. شو وجهة نظر الدكتور إبراهيم؟ نسمعها منه. دكتور إبراهيم صباح الخير. صباح الخير أستاذ طارق، الله يعطيك العافية. دكتور، بس قبل ما نجاوب نسمع وجهة نظرك، أنا بدي أسألك وإيه، بدي أسجل عتب وما تزعل مني. تفضل. طب مجلس النواب وين كان؟ يعني أنتوا كنتوا نواب والمفروض أنه كان في حظر، طب ليش أنتوا ما طلبتوا في هذا الحكي؟ يعني الحكومة أخفقت وما عملت لا استعدادات طبية ولا شيء، ومجلس النواب وين كان؟ أول شيء الله يعطيك العافية. حياك الله يا دكتور. صباح الخير للجميع. صباح يعني العسل. مجلس النواب ما فيش دافع عنه بغض النظر، إحنا يمكن نتذكر من شهر 3 ما كان في أي شيء، ويمكن من شهر 3 يمكن كنت يعني أنا كشخص كنت أشتغل، يمكن متذكر قديش طلعت معك على الراديو. صح صح. يعني من شهر 3 وأنا بحكي معك في الأزمة كلها، نعمل هيك نسوي هيك أسبوعين حاسمان لا كذا لا كذا، كانت أعتقد عبارة عن جهود عبارة عن فردية. أنا أتذكر كان في بداية كورونا صار في ما صار فيه ولا اجتماع، بعدين بلشت بشهر بآخر 4 انحلت الدورة، فكان يقول أسبوع الجاي في خلاص، أسبوع الجاي في انتخابات، أسبوع الجاي راح ينحل من الأسبوع الجاي اللي بعدي، لذلك كان في بتسميه سبريزينج بدي أسميه أو تجميد يمكن لمدة 5-6 أشهر العمر للعمر الرئيسي لمجلس النواب، ولكن أعتقد كان في عبارة عن شغل عبارة عن شخص. يعني أنا بديش أدافع عن حالي ولا أدافع عن آخرين، ولكن كان في شيء عبارة عن تواصل شبه أسبوعي شبه يومي بذكر كلنا. ولا أنا أتحدث دكتور أنا في بعض النواب ومنهم حضرتك دكتور كنت تشتغلوا على المستوى الفردي، ولكن أنا أتحدث عن جهد جماعي منظم لمجلس النواب. تعالي يا حكومي شو اشتغلتي مثلا؟ والله يا طارق أنت بتعرف، وأعتقد حتى باحترام المجلس القادم إذا يعني أعتقد على الإشي الموجود الآن راح يروح عبارة عن نفس الإشي، العمل دائما عبارة عن فردي في مجلس النواب، ويمكن أعتقد إشي معروف عند الجميع. يعني ما فيش كتل عبارة عن فاعل من الأول تتشكل، يعني الآن بما أننا منشكل خلاص في يمكن 20 واحد مع بعض نازلين في اسم قائمة واحدة في عدة أماكن في ربة عمان في درجة إلى آخره في الجنوب، هذول بيتجمعوا لما ينزلوا على مصيره ولا بيعرفوا بعض ولا بيعرفوا بعض ما بيعرفوا بعض، بتعرف الآن كل واحد على أساس يعني هذا حديث ذو شجون يطول. يعني هذا الموضوع بس بالمجلس النواب موضوع يمكن بده حلقات، صحيح حلقه واحده. طيب بده حق كبير في الموضوع هذا. دكتور، اضعنا 8 أشهر اصبحنا بؤره لكورونا، المطلوب مستشفى ميداني كبير فورا، هذا كلامك، بدنا نسمع وجهه نظرك. طيب. دكتور بدي انت يمكن تتذكر بلشنا بشهر 15/3 او 17/3 بلشت اول حاله عندنا، كان في حتى حكي عن المدارس، عطل المدارس الى اخره، صار في تضييق الى اخره، صار في حجر كذا، يعني ما كان في عندنا حالات، اكون معك صريح، لشهر 9 يمكن لاخر 9 سبتمبر بلشت الحالات تزيد، وبلش الكيرف بصراحه يعني بعنفوان سريع بدي اسميه وبتصاعد عالي. هسه هذا الاشي انا اكون معك صريح، في الفتره الماضيه اللي كانوا مسؤولين كانوا يمكن يطلعوا على الموضوع انه لا الامور احنا في عليها سيطره، ما عندنا حالات، اذا معنا شويه فلوس نخبين نسوي فيها فحوصات، خلينا نزيد الفحوصات العشوائيه الى اخره. اعتقد انه ما كان في توجيه مباشر لزياده عدد الاسره من ناحيه رئيسيه، يمكن ما كان في تقدير لحجم الامور وين راح توصل، يعني ما حدا تخيل اكون معك صريح، اليوم احنا بموت عندنا كل يوم 30 شخص، كل يوم 30 شخص بموت كورونا، هذا رقم كبير على الاردنيين اكون معك صريح، يعني زمان اول واحد انصاب بتذكر طبلوا وراء وزمروا وراء وسمعوا لقاءات وفلان شرد وفلان مش عارف، لذلك كانت الامور اعتقد ما كان حدا متوقع يمكن توصل الامور للنقطه هاي، بالرغم من انه في عباره عن تجارب، يعني بتذكر كانت اسبانيا، السعوديه، امارات، ايطاليا، كل هاي عباره عن تجارب كانت تاريخيه. الان اعتقد بغض النظر انا اللي حكيته بديش ادخل في التفاصيل انه مين نحاسب ولين نحاسب ونقيم ونحط، الان احنا في عندنا مشكله كبيره، الان احنا كل يوم بموت عندنا 30 شخص، اليوم اقول لك شغلي لا سمح الله اي شخص بده سرير اي سي يو في مستشفى خاص، بديش اقول مستشفى حكومي، مستشفى خاص روح دور تقعد يمكن ليله كامله او 10 ساعات وانت بتدور على سرير اي سي يو في مستشفى خاص، مريض عادي كمريض عادي، وهذا الحكي انا مسؤول عنه، يعني امبارح في الليل حكي معي شخص انا بتعالج عندي بلف قاعد على كل مستشفى يتلاف له 5-6 مستشفيات بدور على سرير اي سي يو، وهذا مستشفيات خاصه، يعني بقول لك انا مش عارف اي شيء بس الاقي سرير. احنا النقطة هاي مش حابين نوصل لها كل معك صريح، لانه احنا مش حياتنا احنا وصلنا لها وخلصنا فقط عبارة عن كورونا، ما بقول لك هذا حياتنا مش فقط عبارة عن كورونا، يعني بصراحة في عندنا ناس في جلطات، في ناس عنده مشاكل بالقلب، في عنده مية الرئتين، في ناس عندهم ألف شغلة، يعني الموضوع مش فقط عبارة عن كورونا احنا عارف، وما هيك اعتقد الان في حاجة مريحة للفكرة الأخيرة اللي حكيتها، بما انه صار اللي صار وصلنا الأرقام والى اخره، الان بدنا حلول، بدناش نقول والله فلان أخطأ وفلان ودائما يصير في عبارة عن نقد بدون ايجاد حلول، انا في عندنا حل اعتقد عباره عن سريع ولا انا حكيت، واعتقد الحكومه بدها اخذت فيه مبدئيا، هذا الحكي تصريح حكيته ما قبل يومين، وامبارح الحكومه يمكن صار في عباره عن تواصل، واجت الفكره انه نعم يجب انشاء
بدي اسميه مستشفى ميداني، مش واحد اكثر من مكان، ويمكن يكون في واحد كبير بالذات العماني يضم كل الحالات. هذا بالنسبه للمستشفى الميداني زي ما صار في كل الدول اللي عندها، ذكر بس للصين اول ما صار عندهم عدد راحوا عمروا شيء كبير صحيح صحيح في الاسبوع. لذلك اعتقد لا يوجد قطاع صحي ولا يوجد منظومه صحيه تستطيع انها تستوعب العدد المفاجئ الكبير. يعني عباره عن فجاه بدك عدد كبير، فجاه بدك اسره اي سي يو، فجاه بدك غرف تكون مجهزه. لذلك اعتقد الضغط الرئيسي الان على اسره، الضغط الرئيسي على اسره الاي سي يو واجهزه التنفس الاصطناعي، والضغط حتى على وجود اطباء وممرضين مدربين، لانه هذول بصراحه عددهم قليل، والمشكله انهم بنصابوا كل واحد بنصاب بروح ينعزل اسبوعين. يعني فهمت علي؟ فلذلك هذا التيرن اوفر بالنسبه للتسارع بالاحداث لازم يكون في عندنا حل، ولازم يكون في عندنا حلول سريعه. المستشفى الميداني يمكن مو صعب كثير تسويه في اي مكان في اي مساحه معينه، بدك يعني الاشياء الرئيسيه يعني شويه عباره عن ذره مع اجهزه عباره عن تنفس، والامور بتكون اعتقد مبدئيا جيده. غير هيك اعتقد انه رايحين لاي شيء صعب كثير، لانه القطاع الخاص الان بلش يعاني، اكون معك صريح. والحكومه حتى الحكومه اذا بتقول لك انا بدي اخذ اسره من القطاع الخاص، ما عندوش هو اسره، هو عنده 500 سرير اعطاك اياها، هسه ممكن يمشي معك ل 700 800 بس 200 هذول بالنسبه لل 200 سرير. احنا تخيل يعني مش تخيل ارقام، احنا كل يوم نسجل حوالي يمكن 2500 حاله، 2500 حاله 1.5% منهم بدهم اي سي يو. فلذلك احنا بنحكي عن حوالي 30 ل 40 شخص يوميا بدهم اسرة اي سي يو، وهذا الحكي كثير خطير. في معلومه كثير خطيره كمان، انا اسف، نسبه الوفاه في المستشفيات الحكوميه عاليه، يعني بتوصل حوالي 80%. ايه بتوصل 80%، بالعكس في القطاع الخاص توصل عباره عن 30% او 25%. والله شيء بخوف يا دكتور. يعني فلذلك اكون معك صريح، بعدين في ارقام بتحكي انه بنحط اجهزه تنفس اموره مخربطه شوي، يعني ممكن لا سمح الله يصير في عنده عباره عن بسميها مضاعفات كثيره. فلذلك يعني هي هذا الحكي مش حكي انا، حكي احد اعضاء لجنه الاوبئه. طب دكتور شو الحل؟ الحل اللي حكيته انا قبل شوي سيدي، مستشفى يعني ميداني فورا. مستشفى ميداني عباره عن سريع كبير مودي كل الحالات عليه. طب دكتور شو كانوا يعملوا ثمان شهور؟ ليش ما عملوا مستشفى ميداني يا زلمه؟ يعني انا مش فاهم، يعني بدهاش يعني، ما انتم شايفين الدنيا كلها مكركبه حوالينا. ما اللي اعتقده انا، بديش اقول شو كان فكره، بس اعتقد هم متوقعوا ان الامور ما توصل للمرحله هاي. واعتقد يا سلام الشباب الان موجودين، الدكتور عباره عن نبيل والدكتور الهيجني، كانوا هم في لجنه الاوبئه يوم الايام، هسه هم قديش مثلا حكوا قديش وضحوا. الان اعتقد نسبه الضغط تسميم عليهم بشكل رئيسي، الان لازم ياخذوا اجراءات سريعه، لانه الان خلص بديش اقول والله فلان اخطا، فلان لا خطا، فلان صح، هسه مش وقت خطا وصح. صح، فنحل بالنسبه لامورنا ونحل بسمي مشكلتنا الرئيسيه، نروح اذا في عباره عن تواصل مع الصين، تواصل مع تركيا، تواصل مع اي دوله بتسوي عندها عباره عن تصنيع الاجهزه، عباره يعني اجهزه عباره عن سريعه تكون موجوده خلال اسبوعين ثلاثه، يصير استيراد هنا بشكل سريع، والضخ المالي يكون باتجاه هذيك النقطه، ونسوي شيء سريع، نروح على اي مكان بسمي فاتح او ميداني. واعتقد بالذات الخدمات الطبيه عندها يعني عباره عن يمكن قادره انها تعمل هذا الشيء بشكل سريع. نعم نعم، اعتقد هي ممكن اكثر ناس تساعد في النقطه هاي، مع الصحه مع المستشفيات الجامعيه. وفي شغله كثير يعني حاب اركز عليها كمان، يعني بدي اسمي كل اطباء اللي هم الصدريه والاي سي يو واطباء العنايه الحثيثه واطباء الاوبئه لازم نجمعهم بكل اللي في البلد، مش فقط وزاره الصحه، وزاره الصحه يمكن في خمس سته، كل اللي في البلد ال 50 60 يتجمعوا. هذا حاله استنفار، هذا واجب وطني. صح يعني صح صح، اعتقد لازم هم عباره عن هذول الكل يتجمعوا، وهم اللي يديروا المستشفى الميداني، وكل شخص يعلم له خمسه، يعني كل شخص يجيب اطباء باطنيه عامه يعلم له خمسه، هي 50 بخمسه هي 250 بصير عندنا 250 بعلمه 250. فهمت علي؟ فلذلك يعني هذا الرقم يجب يتضاعف، والممرضين كمان عباره عن نفس، يجب العدد يتضاعف الناس المدربين، لانه احنا بصير عندنا حالات، بصير عندنا اصابات. لذلك احنا حكيت لك على الضغط الاساسي الان على سره اجهزه التنفس والاطباء والممرضين، هذول الضغط الرئيسي عليهم. يجب انه خلال فتره شهر يكون عندنا او اقل، اعتقد يجب يكون عندنا ناس اقل ما فيها ممكن او بسمي مؤهلين انهم يعني يساعدوا الناس. غير هيك اعتقد راح يكون لا سمح الله يمكن نوصل لمرحله نروح على اي مكان نلاقي سرير. لا سمح الله، الله يهونها. هذا الشيء اعتقد مش موجود بالاردن وما اظن يصير بالاردن. الله يهونها، الله يهونها. يعني هاي الاشياء الرئيسيه والله يجيبها في خير. امين يا رب. كل الاحترام دكتور ابراهيم البدور، شكرا لوقتك دكتور.
ويعني انت لخصت الحاله كل الاحترام يعني لا قدر الله ما بدنا نوصل يا جماعه لمرحله تروح على مستشفى ما تلاقيش سرير، واحنا تقريبا وصلنا هالمرحله هاي ونريد حلا. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج احلى اذاعه.